ولنقاش تطورات المشهد في كازاخستان وما آلت الأحداث الأخيرة، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة الروسية موسكو الكاتب والباحث السياسي بسام البني. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. إلى أي مدى يعد سعر الغاز أو أسعار الوقود سبباً حقيقياً للاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان؟ أسعار الغاز كانت المحرك الذي أطلق هذا التحرك الذي ممكن أن تسميه ما شئت، غير أن تسميه مظاهرات من أجل الغاز. ممكن أن تسميه عصيان، ممكن أن تسميه انتفاضة، ممكن أن تسميه محاولة انقلاب، ممكن أن تطلق عليه أي لقب إلا تكون مظاهرات سلمية، لأنه في خلال 3 أو 4 أيام انتقل العنف إلى الشوارع وتم نهب المتاجر واقتحام المطار وحرق المبنى الرئيسي للمحافظة إلى آخره. أما حول ما جاء في تقريركم حول أستانا أو حول نور سلطان، العاصمة التي كان اسمها أستانا وتم تحويل اسمها بناء على اسم الرئيس الكازاخي الأول وهو نور سلطان نازربايف، فهناك مغالطة كبيرة لأن في أستانا لم يحدث أي شيء. الأحداث تجري في ألماطا العاصمة السابقة لكازاخستان. هذا التحرك، نعم بسمع صدى. صدى، ألو، لكننا نسمعك، أنت على الهواء مباشرة وصوتك واضح لدينا، تفضل. طيب طالما أن الصوت واضح سأكمل. فأنا زرت نور سلطان مرتين وأعرف طبيعة هذه المدينة، يكاد يكون يعني سكانها قليلون جدا لمساحتها الكبيرة. أضف إلى ذلك لا يمكن أن تكون إلا أن تكون غير مطمئنة لما يحدث في أوزبكستان لأسباب عديدة، أولها أنه في أوزبكستان قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية التي ترسل رواد فضاء إلى المركبة الفضائية الروسية. ثانيا هناك 7500 كيلومتر حدود مشتركة مع كازاخستان لا تحدها شيء، يعني ليس هناك جمارك وليس هناك حدود وليس هناك أصلا فيزا بين الطرفين. نعم. أضف إلى ذلك أنه ما تبقى من سكان الاتحاد السوفيتي السابق المواطنين الكازاخيين هناك 3.5 ملايين روسي. فهذا الموضوع مهم للغاية، وباعتقادي الشخصي ليس براءة أن يأتي هذا التحرك في كازاخستان بهذه السرعة قبل 3 أيام أو 4 أيام من المفاوضات التي ستقوم بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى والناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى حول المقترحات التي قدمتها روسيا على الأمن الاستراتيجي التي تهتم بأمن. أستاذ بسام، تحدثت عن جزء من الاحتجاجات التي كانت أساساً من أجل أسعار الغاز. الجزء الآخر أنه كانت هناك شعارات تندد بالرئيس السابق نور سلطان والحالي. ماذا عن هذا الجانب السياسي من الشعارات التي رفعت حتماً بعيداً عن التخريب الذي حدث؟ يعني لا أعلم إن كان المواطن العربي يعرف عن الصراع العشائري داخل كازاخستان أم لا، ولكن سأوجز لك بنصف دقيقة الوضع. هناك شيء يسمى جود، وهو ما يعني إلى أحفاد تشنكيز خان. هناك القسم الأصغر والقسم الأوسط والقسم الأكبر، ونازربايف يعود انتماءه إلى القسم الأوسط، بينما القسم الأصغر يعني مكان تمركزهم وموقعهم هو في مناطق استخراج الغاز والبترول من كازاخستان، وهم لا يكادوا يشاركون في السلطة، يعني هم مهمشين وكلهم يعتبرون نفسهم أحفاد تشنكيز خان. لذلك هذا وهم متجمعين أيضا في ألماطة، لذلك نجد هذا العنف في ألماطة من جهة، ورفع شعارات مثل إبعاد نازربايف سلطان بن نازربايف عن السلطة، لأنه كما تعلمين احتفظ بنفسه مدى الحياة بمسؤول الأمن القومي الكازاخي، وهو من جاء بتكايف الرئيس الحالي للسلطة وهو من ادعمه. لذلك هناك ربط بين تكايف ونازربايف الرئيس. نعم. إلى أي مدى نحن اليوم أمام صراعا للأقطاب
كما كنا في فترة ما في الحرب الباردة بين الغرب ممثلا في حلف شمال الأطلسي نيتو ومعاهدة الأمن الجماعي ممثلة بروسيا. يعني خليني بس أوضح نقطة، أنه أول مرة تفعل معاهدة الأمن الجماعي، منظمة معاهدة الأمن الجماعي أول مرة تفعل، رغم أنها أسست عام 1992، هي لم تؤسس كقوة مقابل النيتو. كان مقابل النيتو كما تعرفين حلف وارسو، وحلف وارسو قد انتهى عصره من انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن الناتو ما زال يتمدد شرقا. أما عن الصراع بين الغرب وروسيا، فأنا باعتقادي الشخصي أن هناك أيدي لها مصلحة بتحريك هذه الأزمة في كازاخستان كفحص للإرادة السياسية الروسية حول ما سيقوم بالنقاش حوله 10 شهر مقترحات روسية. هذا الموضوع حركوه من أجل أن يمتحنوا روسيا هل هي جادة أم لا، وكان الجواب سريعا، خلال 3 أيام بعد الحراك تم طلب تدخل قوات الأوديكيبي اللي هي منظمة الأمن الجماعي، وقد لبي الطلب وأرسل 3000 جندي من غير أضف إلى ذلك إلى 70 جندي من أرمينيا و 500 جندي من بيلاروسيا البيضاء، وأعتقد 200 جندي من كركيسيا سيقدموا يوم الجمعة القادم. لذلك هذا الرد كان واضحا وصريحا أن روسيا جادة بما اقترحته على الغرب من أجل الاستقرار والأمن العالمي. ومن ضمن هذه البنود التي اقترحتها روسيا كما تعلمين أن لا تدخل أي دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق في حلف الناتو، أن لا يمتد الناتو نحو الشرق أكثر، وأن لا يكون هناك أسلحة متوسطة وقصيرة المدى ممكن أن تضرب روسيا من خلال مناطق تابعة لفضاء الاتحاد السوفيتي السابق. روسيا هذه المرة جادة، وقد توضح لنا الأشهر القادمة أو حتى عشرات الأيام القادمة إلى أين نحن ذاهبون. أتمنى من كل قلبي أن يجدوا حلولا وسط، لأن الوضع خطير للغاية، وممكن أن نشهد يعني حروب هنا وهناك قد تكون كامتحان للإرادة السياسية من كلا الطرفين، من طرف روسيا من جهة ومن طرف الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. والحمد لله أن الحكومة في كييف حتى اللحظة تضبط نفسها ولا تقوم بالاعتداء على منطقة الدونباس عسكريا، لأنها لو اعتدت ستكون روسيا مضطرة للدفاع عن منطقة الدونباس لإجبار كييف على تنفيذ معاهدة مينسك التي أو اتفاق مينسك الذي تم بناء على وساطة بين كانت بها روسيا وألمانيا وفرنسا، وهو بين منطقة الدونباس الجمهوريتان المعلنتان من طرف واحد دانييسك ولوغانسك، يعني جمهورية دانييسك الشعبية ولوغانسك الشعبية من طرف واحد والغير معترف بهم. وقد قالها بوتين صراحة، لن نقبل باقتحام هذه المنطقة عسكريا، لديكم اتفاق مينسك اذهبوا ونفذوا. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أوكرانيا كرأس حربة من أجل استفزاز روسيا ومن أجل أن تجبر روسيا على الانخراط في حرب مع شعب شقيق تعتبره روسيا شعب شقيق، والروس يعتبرون الشعب الأوكراني شعب شقيق. ولا ننسى أن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي بسام البني، حدثنا عبر خدمة سكايب من موسكو، أشكرك شكرا جزيلا.